الرابع والخامس انقطاع دم الحيض ودم النفاس. يعني الحائض لا يصح منها الصوم حتى لو صامت، ما يصح، بل لا يجوز لها أن تصوم، يحرم عليها الصوم. الحائض يحرم عليها الصوم، والنفساء والحائض تقريبا في جل المسائل حكمهما واحد، فالنفساء كذلك يحرم عليها الصوم، فلا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء، يحرم عليهما الصوم. فلو صامتا لم يصح، لو صامت الحائض لا يصح صومها، لو صامت النفساء لا يصح صومها، لكن لا أن تمتنع عن الأكل كما يقال حشر مع الناس عيد البيت كله صايم، وهي ما تشعر بجوع ولا تشعر بكذا، فهي ما تأكل معهم، لكن لا يجوز لها أن تنوي الصيام، لا يجوز لها أن تنوي الصيام، لأنها في النهاية عليها قضاء هذه الأيام، أيام الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لو صامتا لم يصح منهما الصوم.